ممكن تتجوز في السن ده؟ لا صعب. يعني هذا رجل صعب 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 صعب. مش هي دي الحياة كمان، كنا نظن انها الحياة مقتبل العمر، ولكن بعد ان خبرنا الحياة لا، الحياة فيها حاجات تانية كتير قوي. يعني الحياة بالنسبة لمحمود اصل الزواج خلي بالك هو حد ده شركة يتجوز. ايوه ايوه شركة وحيدة وليس لها مرجعية خالص. يعني ايه يا استاذ؟ يعني لما انت وانا اتجوزت ابويا وامي يقول لي خلي بالك يا ولد مش عارف ايه، وامي تقول لي خلي بالك، امها تقول لي خلي بالك يا بنت، كل النصائح دي في شنك. صح تخيل معاك حق، لان دي شركه وحيده من نوعها ولا مرجع لها، كل حاله بحالها. فاحنا حتى لما نيجي ربنا يرزقك بالمراه الصالحه، ربنا يرزقك بالزوج الصالح، مش هي دي دعوتنا؟ اه طبعا، عشان بس يوفق بينهم ويعرفوا يقوموا بالشركه دي وهيخلفوا عيال ويربوا عيال وينشروا خير على الدنيا. اما حصرها في مساله الجماع الجنسي